دعا رئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع الصحافة، وذلك في إطار بلورة النموذج التنموي الجديد. أوضح مجاهد عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للاستماع لممثلي المجلس الوطني للصحافة، أوضح أنه لا يمكن تصور مشروع مجتمعي متقدم وحداثي وديمقراطي بدون معالجة التحديات الكبرى التي تواجه القطاع، سواء بالنسبة للصحافة الورقية أو الإلكترونية أو المجال السمعي البصري. وأشار إلى أن مجالات اشتغال المجلس، سواء تعلق الأمر بالأخلاقيات المهنية أو تأهيل المقاولة الصحفية أو تطوير قطاع الصحافة، شكلت العناوين الرئيسية للاقتراحات التي قدمها المجلس أمام اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي. بالنسبة لنا عندنا عدد من الاقتراحات اللي كتهم المجال ديال تخصص المجلس، واللي كتعلق باقتراحات اولا فيما يتعلق بالقانون، كنعتبروا بانه لابد من تغييرات تكون حاصلة في القانون. كذلك كنعتبروا بان هناك الان حاجة ملحة لان تتطور الصحافة والاعلام، ماشي فقط غير في المجال الورقي في الالكتروني في السمعي البصري، ولا بد هنا من تدخل اللي كيخصو يكون من مختلف الاطراف اللي تكامل فيما يتعلق انه يكون عندنا اعلام ديمقراطي مستقل جيد. كذلك لابد من كفاءات على المستوى المهني فيما يتعلق بالعاملين في هذا المجال. اذا لابد من سياسه اللي هي عموميه ترافق هذا القطاع هذا. طبعا هذا القطاع هذا خصو يكون حر، خصو يكون مستقل، ولكن السياسه العموميه كترافق باش فعلا يؤدي المهمه ديالو والمسؤوليه الاجتماعيه ديالو. هذا هو تصورنا العام طبعا اللي غادي يكون في اقتراحات وفي توصيات.